سيادة الوزير مساء الخير. الشيخ احمد بيه يعني مختلف فيه. الحقيقة أنا شايف إشادة كبيرة بهذه الطفرة اللي حصلت في مجال التصدير الزراعي، يعني الخطة كانت إزاي والنتائج وصلنا لإيه؟ بص حضرتك، هو احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على يعني الصادرات زي ما الزملاء قالوا عند حضرتك. احنا عندنا أولاً إنتاج جيد، ده له ضوابط. عندنا منتجين زراعيين على أعلى مستوى حقيقي. الممارسات اللي بتتبع بتراقب من وزارة الزراعة، وهشرحها لحضرتك لو عندك وقت بس نتكلم فيها. بعد كده الأسواق ومتابعة الأسواق وفتح الأسواق واشتراطاتها. إحنا عملنا طفرة في هذا الأمر، وكان يمكن القيادة السياسية دعمتنا في موضوع منظومة التكويد والتتبع، وبرضه حتة حبيت أشير ليها في هذا الأمر. موضوع منظومة التكويت في الحجر الزراعي، مش الفايدة كمان ان احنا بنطلع الصادرات متوافقة مع الاشتراطات الاوروبية وخلافه، لكن كان في الماضي قبل ما نطبق هذه المنظومة كان ممكن لما شحنة يبقى فيها اي اختراق او عدم مطابقة للاشتراطات كان يقفل السوق المصري كله. لكن التتبع ده بيمكن زملائنا ان الشحنه حتى لو كرتونه ارتدت يعرف مكانها منين والارض اللي طالعه منها ايه ومين المصدر، وبالتالي بناخد اجراء ضد الحاجه دي دون التاثير على السوق المصري في هذا المجال. فده منظومه كبيره جدا، ويمكن ده كثير من الدول طب بتحاول. انا لاول مره يا سياده الوزير بصراحه يعني استضيف حد من جهه حكوميه زي الدكتوره وتقول لي انا المعمل اللي عندي وفقا لاحدث التقنيات، واسال رجل الاعمال اللي بيتعامل معاها يقول لي لا فعلا احدث تقنيات موجوده عندهم، واللي بيشهد بكده الاوروبيين لما نتائج التحاليل بتروح لهم. انتوا واضح ان انتوا صرفتوا كتير على البنيه التحتيه الكام سنه اللي فاتوا. دي حقيقة. ليه بقى؟ لان احنا لو ما كناش رفعنا منظومه المعامل اللي عندنا واصبحت معامل مرجعيه، بالمناسبه مرجعيه لانها بتعتمد في كثير من صح. الدول، وبالتالي ما كانش يقبلها الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى اللي عندها اشتراطات عاليه. فبالتالي احنا بنطور هذه المعامل، وانا الشكر لكل الزملاء اللي بيشتغلوا في وزاره الزراعه في المعامل، بيأدوا جهد منظومه الحجر الزراعي، كل العاملين بيشتغلوا، ودي منظومه بتشتغل على احدث مستوى. احنا 24 ساعه بنشتغل، انا من يوم ما شرفت بهذا المكان ادينا تعليمات ان نشتغل هي 24 الدكتوره ساعه قالت كده قبل ما حضرتك تدخل معانا فعلا. عشان ما فيش حد يتوقف، وبالتالي تطوير المنظومه وكده مديانا دعم. طيب. بدليل ان احنا لما بيجي رفض شحنه ولا حاجه الناس بتيجي تنبهر بالاطلاع على المنظومه، كل دول الخليج جم شافهم. احنا كان عندنا بعثه من الاتحاد الاوروبي الاسبوع اللي فات عشان يقيموا المنظومه اللي عندنا. دائما الدول المستورده بتقيس الخطر اللي لا عندك. انا معايا رجال الاعمال فعلا اللي فلوسهم بتروح في صوره بضاعه لاوروبا، وبيقولوا لهم ان التقارير اللي صادره من المعامل المصريه سليمه ومطابقه وحديثه وعملت سمعه، يعني عملت سمعه طيبه للمنتج المصري. بس سياده الوزير انا واقف عند نقطه. طيب اذا كان الاستصلاح الزراعي او الزراعه في حاجه زي الفراوله والموالح لو اتصدرت بتجيب عائد بالدولار بالشكل ده، ليه ما يحصلش شراكه بالارض مع القطاع الخاص ويبقى عائد التصدير يقسم بالتساوي ما بين الفريقين؟ هو يعني احنا بص يا خالد بيه، الموضوع احنا كوزاره الزراعه وكمنتجين زراعيين احنا بنتجه الى تدعيم القطاع الخاص. هي الفلوس الدولارات لما بتخش هي بتخش في الدوله صح. المصريه. فخلينا نقول ان احنا دائما ده احنا عملنا وثيقه ملكيه الدوله عشان نتوسع في مشروعات القطاع الخاص. لا يعني اقصد يا فندم، هل في اراضي يمكن ان تطرح من قبل الوزاره طبعا ما هو في للشراكه مع موجوده. القطاع الخاص من اجل التصدير؟ عايز اقول لحضرتك، ما هي عندنا مشروعات المشروعات الخدمه الوطنيه اللي هي بتشكى، ومشروعات مستقبل مصر، ومشروعات كتيره جدا في جزء كبير منها شراكه مع القطاع الخاص، جزء كبير. طيب يعني ده خلينا معلش امر يا فندم صعب. عشان يبقى يعني زي ما بيقولوا المواجهه حقيقيه وواقعيه. أنا استنيت إن أسمع شكوى من المستثمرين في الحتة دي، الحقيقة سمعت إشادة كاملة، لكن يهمني كمان إن حضرتك تكلم المستثمرين بأنفسهم. أنا معايا الأستاذ أحمد الشربيني وأحد
يعني رئيس اتحاد منتجي البطاطس وراجل بيصدر كتير، ومعايا شاب محترم جدا دكتور محمد حفني بيقول لي بصدر 10 طن لاوروبا وسنه 32 سنه. 10,000 طن، سوري، 10,000 طن لاوروبا وسنه 32 سنه. وادي الوزير على التليفون، ايه اللي انتم محتاجين؟ يعني خلينا حتى قبل ما يجاوب احمد بيش، احمد الشربيني وزميلنا الاستاذ محمد حفني، انا عايز اقول حاجه خالد بيه برضه. هما الزملاء تحدثوا على ان احنا صدرنا 7.5 مليون طن لاول مره في تاريخ الصادرات المصريه. صحيح، التقارير الدوليه كانت بتقول كده. عايز اضيف جانب اخر برضه لازم تاخده في الاعتبار، ان الصادرات من التصنيع الزراعي وصلت 5 مليار دولار. التصنيع الزراعي هو انت حضرتك عايز تفرق ما بين الاثنين؟ يعني دول رقمين مختلفين؟ ايوه طبعا. لا مزبوط. انا عندي صادرات طازجه ب 3.7 مليار دولار. وعندي تصنيع زراعي ب 5 مليار دولار، ده اصله برضه منتج زراعي. فعايز اقول ان المنتج الزراعي مساهم بدرجه كبيره في مساله الصادرات. لا مفيش كلام الزراعي. يعني احنا عشان كده بنناقش الموضوع. كان في اسواق مقفوله بالنسبه لنا يا ست الوزير، سمعت اليابان كانت مقفوله فتره طويله. لا مش مقفوله، بس عمرها ما اتفتحت الا السنه اللي فاتت. عمرها ما اتفتحت اليابان لمنتجاتنا الا السنه اللي فاتت. لاول مره في تاريخ الصادرات الزراعيه المصريه ان احنا نفتح السوق الياباني امام الموالح المصريه. اول مره. ده احنا بالمناسبه احنا كمان يوم الخميس الماضي فاتحين السوق البرازيلي امام البطاطس المصريه. احنا عندنا 160 سوق في العالم بنصدر 4,000 منتج زراعي. ما فيش دوله عامله حظر على اي منتج زراعي مصري. تاني، مفيش دولة في العالم عاملة حظر على أي منتج زراعي أي مكان. لا 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 لا، ما عدا بس احنا موقفين تمام. البصل. طيب هنسمع بقى احنا اللي موقفين. احنا اللي موقفين يا أستاذ محمد، احنا اللي موقفين عشان ظروف السوق المحلي. مفهوم. تمام. دكتور محمد قال الوزير معانا وحضرتك وجه له الكلام اللي أنت عايز تقوله. والله احنا بنشكر حضرتك يا معالي الوزير طبعا على الجهود اللي حضراتكم قايمين بيها. انت بتقول الكلام ده عشان انت في التلفزيون ولا بتشكره؟ لا حقيقي احنا بنشكره بجد، لان دور الحجر الزراعي المتمثل في وزاره الزراعه طبعا عاملين دور كبير. سياده الوزير انا من اول حلقه ما بسمعش غير اشادات. لا كمل. فعلا مش اشادات، ولكن هم بيحمونا من اي حد دخيل عن المجال ده. لأن عايز ايه عشان انمي اللي انت بتعمله؟ محتاج حماية من أي حد دخيل، لأن في ناس كتيرة دلوقتي مكاتب هي كانت شغلانتها الاستيراد وبدأوا يصدروا أي منتج ما هماش عارفين المواصفات بتاعته إيه ولا شكلها إيه، وبيبوظوا سمعتنا وبيخربوا السوق علينا وبيقلوا من قيمة المنتج ده في الأسواق بر. الدور الثاني اللي احنا ننشر الوعي عن أهمية إنتاج منتج آمن، وآمن دي تحتها حاجات كتيرة جدا، من حيث متبقيات المبيدات، من حيث التداول، من حيث تحتها حاجات كتيرة جدا. في محتاجين دور وزارة الزراعة في الإرشاد زي زمان، اللي ننزل للفلاحين والمزارعين نخترهم بأهمية إزاي يستخدم المبيد. في ناس بتستخدم مبيدات مش عارفين يعني البي اتش اي بتاع خلينا المبيد. خلينا أدي فرصة برضو للدكتور الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ماذا تطلب من الوزير؟ هو طبعا معالي الوزير احنا بنشكره، ان انا صراحه لما بنعوز منه اي حاجه للمنتجين في 48 ساعه و24 ساعه بنكون مقابلينه. لكن انا بنتكلم في القياده السياسيه ومعالي الوزير دلوقتي عايزين يضعفوا الصادرات من 8.7 اللي هي 5 مصنع و3 و7 فريش، عايزين يصدروها ل 100 مليار دولار. تمام. هذا الامر يستلزمه ان انت تتوسع في البنيه التحتيه، ان انت النهارده عايز تعمل محطات تصدير قد اللي موجوده دي 10 مرات. وايه اللي يمنع؟ فهو انا النقطه دي كان معالي الوزير غطاها في مجلس الشيوخ اول امبارح تقريبا، ان هو قال ان انا في كل محافظه عندنا بتتميز بمنتج معين بمواصفات دوليه. فهو معالي الوزير طبعا اتكلم في النقطه دي، ارجو ان هو طبعا يستكمل هذا الامر. سياده الوزير نسمع رد حضرتك. طب ممكن يعني اتوسع شويه في الرد على الزملاء؟ طبعا بشكره وبشكر زملائنا كلهم، لكن عايز اقول ايه يا خالد بيه، ان لابد ان احنا ناخد في الاعتبار، احنا طبعا بنستهدف ان احنا نتوسع في التصدير وكل حاجه، لكن لازم تاخد في الاعتبار احتياجات السوق المحلي، وتاخد في احتياجات كمان الماده الخام اللازمه للتصنيع الزراعي. صح. انت مواردك محدوده في الارض والميه، وبالتالي احنا لابد ان احنا ننتج. يعني احنا مثلا على سبيل المثال
عندنا طلب على البصل، لكن عشان احتياج السوق المحلي قلنا لا نغطي السوق المحلي اولا. وبالتالي احنا دائما انت بتتكلم امام 120 مليون مواطن اللي بيحتاجوا الى غذاء من المنتجات الزراعيه، وعندك ارض محدوده. لولا المشروعات اللي كان اللي تبناها سياده الرئيس فيما يتعلق باصلاح الصحراء والصعب الزراعيه والحاجات دي، احنا عملنا طفره في قطاع الزراعه. سيادة الوزير، احنا عشان كده بدأنا، انا هسميها سلسلة من الحلقات من اجل التصدير للحاصلات الزراعية المصرية. احنا عايزين وعد من حضرتك انك تجيلنا نتكلم في حلقة طويلة عن الموضوع ده. نحن نتحدث عن عائد سريع جدا للعملة الاجنبية وتشغيل ايدي عاملة بكميات غير طبيعية. ان شاء الله، حاضر. بس انا يعني هضيف كلمة اخيرة عشان بس زميلنا محمد لما بيقول ان احنا عايزين حمايه، احنا عملنا حاجه جديده وهتسمعناها حاجه كويسه جدا. احنا بنعمل تحول رقمي في الحجر الزراعي، يمكن الاستاذ السيد عباس يشرحه. شرح فعلا مساله التحول الرقمي في الحجر الزراعي. احنا عاملين منظومه، يبدا المصدر اللي عايز يصدر طماطم، اللي عايز يصدر بطاطس، يخش على هذه المنظومه يلاقي اشتراطات البلد اللي هو عايز يصدر لها موجود فيها مواصفات، بدل ما يعمل حاجه غلط يشوف الاشتراطات دي ويقدر يقدم اونلاين الطلبات بتاعته، وزملائنا في الحجر الزراعي يحطوها، ثم بعد كده تتخذ الاجراءات. لما بيجي يكود المزرعه او المنتج او المحطه او الكيان التصديري بيدوا له الاشتراطات كامله، زي ما قال الاستاذ سيد في البدايه، بنبدا من تاريخ الزراعه، نبدا نتابعه، بندي له البيانات، بندي له الارشادات، نوعيات المبيدات. يعني النتيجه واضحه يا سياده الوزير، يعني النتيجه واضحه. وانا برضو بكرر الدعوه ان حضرتك تيجي نعمل حلقه كامله عن موضوع التصدير الزراعي، وبشكر حضرتك على المتابعه الدائمه. الوزير السيد القصير، وزير الزراعه.